السلام عليكم. حنا الحمد لله ربي عطانا القوة، زادينا قباح، وما الحكم عطاهم شوط إضافي كامل. الحكم السوي دي معاك هذه راه ما درتي فيها ما يتشاف، 15 دقيقة بزاف. عيت من حسب كنقول تغييرات لاعبين، 30 ثانية على كل تغيير، كاين لعابة اللي طاحوا لينا ضربوا، كان عنف كبير في المباراة. المغاربة غا كيتنفس شي واحد كيعطيه صفرة. لي زارجونتان كيما لعبوا الدنيا، أنا داي زبابا سير كلشي ديالك عمي، ما يمكنش. شكرا للجمهور المغربي اللي كان حاضر، قالوا في قطر والمغاربة بحال لاعبين في المغرب، قالوا في كوت ديفوار المغاربة بحال لاعبين في المغرب، وحتى في فرنسا المغاربة بحال لاعبين في المغرب، وفين ما مشاو الجمهور الدور ديالو رائع. واخا كاين بعض من الجماهير اللي ما عجبهمش الحال في الاخر ديال الماتش، وغيكون وقع شنآن ما بيناتناش التلفازه ديكشي، ولكن راه بزاف على الظلم. ماشي مشكل، مباراه اولى بتعادل ان شاء الله، باقي تلعبوا المباراتين المتبقيتين مع اوكرانيا والعراق، ونشتغلوا على بعض النقاط. ربما الكرات الثانيه شويه ديال الصراعات حول الكرات الهوائيه، لي دويل خاص اللعبه يزيدوا يخدموا عليهم شي شويه، ولكن في المجمل خطه محكمه، توظيف جيد للاعبين، انتشار ممتاز على رقعة الملعب، هدوء ديال سكيتيوي كيبان، كيبان لك هو راه خادم خدمته، ماشي بحال ماسكيرانو ملي بدا الماتش هو كيغوت. باش غنقول لكم كاين شويه ديال الظلم، ولكن برافو على اللعابه، وان شاء الله غنسمعوا على مشاركه رائعه في الالعاب الاولمبيه، وهذوك الارجنتين عاودوا نتلاقاو بهم في فينال ونتفاهم. انسيت فرنسا.